توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري والحصول على كوادر متميزة ومدربة بمجال النقل وتضمين احتياجات وزارة النقل بالخطط السنوية للأبحاث والرسائل العلمية ومشروعات التخرج. يقوم بالتوقيع السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسيد الفريق كامل الوزير وزير النقل.